تعال ندخل بقى في الجو بتاعنا. الحكم الاضافي الاول، الحكم اه الاضافي الثاني، شايف ان هم اضافوا فعلا في التحكيم المصري تمام، ولا شايف الموضوع ازاي؟ حسادلك بس في عاوزين نعمل شوف التطوير في الاتحاد الدولي. تمام، مهم جدا كابتن ميدو، هقول لك على حاجه مهمه جدا. الاتحاد الدولي النهارده بيسعى بكل ما يملك من قوه من لجانه ومن فنيينه وكل الناس دي بتشتغل عشان خاطر التحكيم. يعني النهارده التحكيم الدولي بيشمل كل التحكيم في العالم. اه طبعا، يعني هو خطه الاتحاد الدولي النهارده بيعمل تطوير التحكيم على مستوى العالم، بيبعت خططه للاتحادات القاريه والاتحادات الاهليه. ولكن عاوز اقول لك على حاجه مهمه، تعال نشوف الناس دي بتشتغل ازاي كابتن ميدو. تعال شوف الناس بتقدم ايه للحكام عشان الساده المشاهدين يبقوا مشاركين، عشان بس يشوف في ايه الفكرة. هو اللي بيتعمل وايه بيشتغل أفكار، ازاي يا كابتن. بيطرح افكار تطوير بالظبط كده، والاتحادات هي اللي بتطبقها. وايه المبالغ اللي بتتخصص للكلام دوت. يعني الموضوع بس كانت النهارده بطوله من غير حكم، للاسف الشديد لو حكم النهارده التحكيم النهارده مستواه مش كويس، البطوله كلها بتتاثر. مش كده، الاتحاد الدولي النهارده بكل لجانه وبمستشارينه وفنيينه بيشتغل على عامل تطوير الحكم من ناحيه البدنيه والفنيه. لو في امكانيه ونشوف في كليب كده جميل جدا هيعجبك، لو احنا قدام حضرتك هنا 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 كابتن ميدو، هنا ده الكلاس، ده ياسين بوساكا، ده مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي. وقد ايه هنا الحكام قاعده في الكلاس، وبتدي حاجه اسمها شرح حالات الفيديو تيست. دول حكام في العالم، دول حكام النخبه، حكام النخبة. حكام النخبه. النخبة. يعني بيعرض بص هنا ده اختبار. حكام النخبه كابتن ناصر؟ عندنا حكام نخبه. مين؟ هقول لك بس خلينا نركز ده قبل ميدو. يلا يلا. نشوف هو هنا في اختبار حالات الفيديو بتتعمل 20 حاله، وبيتم كل حكم قدامه اللاب كابتن ميدو، ويبتدي يعلم على مثلا هل في ركله حر ركله جزاء، بيعلم ركله جزاء، في انذار بيعلم. وبعد كده بيتم عمل حاجه اسمها التحليل لكل الحالات اللي هي الحكام اخطات فيها من خلال الفيديو تيست، ده بيتعمل من خلال الاوسيت تيست. هنا تمام، شوف قد ايه الاهتمام بالقياسات للحكم. يعني نتكلم الناحيه كمان اللي هي الناحيه الصحيه والناحيه البدنيه للحكم، وبيشوف قد ايه الحكم بيتعمل له ازاي الخدمه اللي بيها، ان هو يقدر من خلالها يقدر يشتغل زيه زي اللاعب بالظبط كابتن ميدو. يعني زيه زي اللاعب، قياسات للعضله، قياسات للناحيه البدنيه والفنيه، كل الكلام دوت. هذا الكلام ده بيحصل طبعا في الاتحاد الدولي واهتمامه بالناحيه التطوير. لو هنروح بعد كده هنشوف ايه الشغل اللي بيتعمل للحكام بقى في الملعب كابتن ميدو، والحكام المساعدين. يعني خلينا نمشي بقى ونشوف الشغل اللي جاي ده مهم جدا. هنا طبعا بيخشوا في حاجه اسمها الحصه البدنيه الاول، بتشتغل حصه بدني، وبعدين بتشتغل الحصه الفنيه اللي ايه؟ اللي الحاجات اللي هي بتقابلها انت في الملعب كحكم. انت النهارده هو بيديها لك. هنا طبعا الناحيه البدنيه بتشتغل على زيه زي اللعيبه، بيعمل حاجه اسمها الفيتنس هنا للحكام قبل ما يبتدي يشتغل التدريبات اللي هي الفنيه. بنمشي بقى يعني نمشي كده ونشوف هنا هنا التحركات، وهنا الرشاقه ومرونه بتتاخد للحكم عشان يقدر ان هو يعمل حاجه اسمها تغيير في الجري هنا. تمام. هنا طبعا هنا في حاجه اسمها تحرك والتمركز يا ميدو، وانت عارف لو انت النهارده ما تعرفش تعمل الكلام دوت اكيد العاب كتير هتفوتك. ازاي تتحرك في الميدان، ازاي تتمركز في المكان اللي هو المناسب اللي فيه الحدث، ده مهم. هنا الحكم مساعد، وازاي ان هو بيمرنه على التحركات العرضيه وضبط التسلل. ده كل الشغل شغال، الكلام ده كابتن ميدو بيشتغل بالفيديو. تمام. يعني الحكم بيطلع هنا، بص حضرتك بيطلع الحكم بيشاور على الحاله، بيطلع يشوف نفسه هو صح ولا غلط. تمام. وهنا ان هنا الراجل المحاضر بيقول له انت مستواك كان عامل ايه في ده، كان ده كله في الملعب. تمام. انا بمشي سريع معاك لان انا عارف الوقت برنامج قليل. تمام. ولكن عاوز اقول ايه، ده شغل تدريب فني وبدني بيتم عامله للحكام هنا في مصر، احنا بنعمله. ولكن احنا بنعمله هنا بردك مش بنفس التقنيه ومش بنفس الامكانيات يا كابتن ميدو اللي بتتعمل. انا مش شايف الموضوع صعب، يعني انا مش شايف. خلينا نروح ولا في حاجه صعبه ان احنا نعملها هنا؟ حاول هنجي لك حاجه مهمه جدا. اتفضل. هنا كابتن، هنا مثلا الحكم اهوت بيروح في لعيبه بتبقى موجوده بتمثل الحالات التحكيميه، والحكم بيروح من زاويه، هم طبعا بيبقوا بيقالين وبيقولوا له بتروح فين عشان تقدر تشوف الحدث بشكل كويس. وبالتالي هنا بيعطي الانذار وبيعطي البطاقه. ده صحيح. بالنسبه متعلق بالشغل الفني للحكم. بعد كده بيبتدي الحكم كابتن ميدو بيبتدي يشتغل حاجه اسمها الفيديو تيست. الفيديو تيست بيبقى فيه حوالي 20 حاله لكل حكم بيتم اختباره فيها، وبيتم عمل تقييم ليه، وبالتالي هنا بيصحح من الاخطاء اللي هو اخطاها في الاختبار. نفس الشيء للحكم المساعد. هنمشي شويه يا احمد كده، نمشي شويه ونشوف بقيه التقرير اللي معمول للحالات. نشوف هنا كابتن، هنا
بيوريك هنا الحالات وهنا اللي بيعرضها على الحكام يا كابتن ميدو. تمام. الحالات اللي هي اللي بيعرضها على الحكام شوي. وشوف هنا لمسه اليد. اصعب شيء على الحكم ان هو يحسب لمسه يد. اللمسه دي عامله مشكله للحكام بالظبط كتير بالظبط. النهارده بنقول هنا بص هنا هنا ده تدريب للحكم المساعد. واللعيبه بتنفذ تكتيك معين والحكم المساعد هنا بيشتغل على الاخر ثاني مدافع وهكذا. وبعدين بيجي هنا بيبرضك بيجيب لك حاله فيديو للحكم وبيقول لك هنا هقف هنا هقف هنا كابتن ميدو. هنا احنا شايفين لاعب هنا في موقف تسلل اللي هو اللاعب اللبني صح. هقف هنا يا احمد بس دي واحده. في حاجه اسمها تعمد اللعب. اللعبه دي لعبه مهمه جدا جدا بتدل على تركيز الحكم المساعد. ازاي؟ احنا قلنا لما اللاعب يلعب متعمد للخلف لو المهاجم في موقف تسلل الحكم يشيد باستمرار اللعب طالما هي جايه منين؟ من الحكم من المدافع. تمام. المدافع مراجع الحارس مرمى المهاجم كان في موقف تسلل من حقه ياخدها ويروح يجيب جول مفيش مشكله خالص. هنا اللاعب هنا في موقف جاي من الخصم جاي من الخصم. تمام. هنا اللاعب هنا شوف قد ايه الدقه من الحكم لما شاف ان اللي طلع هنا لعب دماغه هو اللاعب المدافع مش اللاعب المهاجم على الرغم ان الاثنين مهاجم ومدافع قريبين من بعض. ولكن هنا الحكم مساعد سمح باستمرار اللعب وبالتالي هنا الحكم طبعا في الكوميونيكيشن سيستم اشار باستمرار اللعب وحاله من الحالات الصعبه جدا جدا وتم احراز منها هدف. هنا شوف اللي هنا اللي لعب اللاعب اللي هو المدافع وبالتالي خلينا نمر شويه احمد كده ونشوف امتى المهاجم ثواني يعني خلينا احمد واقفين كده امتى المهاجم يستفيد من التسلل بتاعه وامتى ما يستفيدش. برافو عليك. انا في موقف تسلل طب لو المدافع رجع لحارس مرمى وانا في موقف تسلل من حق ان انا اخد الكره واروح اجيب جون. تمام. احيانا الحكم بيبقى مش مركز الحكم مساعد فبتختلط عليه الامور فبيحس ان دي راجعه مش من المدافع راجعه من المهاجم يعني زميله. يعني كل الحالات اللي بترجع من المدافع المدافع من بس بيكون في تعامد لعبه ميدو يعني ايه في فرق ان ميدو النهارده بيرجع متعمد واحيانا لما بتيجي في رجل ميدو مثلا وبتروح رايحه للاعب في موقف تسلل لا دي بنعتبرها ارتداد لا هنا بنصفر على اللاعب تسلل. طب ما الموقف اللي فات ده كابتن نصر الموقف مش قاصد لا ده طالع بص يا كابتن هو قال لك هنا حاجه مهمه جدا طالما انا اتحركت كمدافع وعملت التكف بتاعي وطلعت لعبت اصل في ناس خلي بالك كتير قوي ما يعرفوش المدافع ممكن يستفيد من التسلل بتاعه حتى لو الكوره جايه من الخصم ممكن تحسب عليه اوفسايد حتى لو جايه من الخصم بالظبط. هقول لك هنفترض مثلا انا كمدافع واقف وبعدين الكوره جايه لي وانا بشوط انا اطلعها بقى وانا واقف مكاني ما اتحركتلهاش. تمام. اللاعب المتعمد يا كابتن لازم اللاعب يروح يجري او يطلع ويلعب. في الحاله دي هو بنسميه حاجه اسمها دريبلت بلاي ده لعب متعمد. تمام. اما لو انا واقف كمدافع والكره بتتشاط صدت في انا وميدو ورايا في التسلل كمهاجم فرحت لك انا هنا ما لعبتش لعب متعمد. انا ما كنتش اقصد ان بالظبط كده ده الفرق ما بين اللعب المتعمد واللي هي بترتد في المدافع وبتروح للمهاجم وهو في موقف يعني مش كل الحالات اللي المدافع بيرجعها او الخصم بيرجعها مش في كل الحالات يستمر اللعب لا او الفريق المنافس. تمام. خلينا بقى نمر كده ويا احمد ونروح للحالات التحكيميه لو عندنا امكانيه نشوف الحالات التحكيميه. هنا طبعا بيوريك قد ايه بص يا كابتن هنقف في اللعبه دي يا كابتن ميدو. تمام. شاف الحكم مساعد فينا يا كابتن ميدو. تمام. بنقول حاجه اسمها ضبط التسلل التمركز. شوف احنا بنقول ان الحكم مساعد بيبقى فيه مع اخر ثاني مدافع. شوف قد ايه الدقه الحكم مساعد اللي هو مع اخر ثاني مدافع اللي هو الابيض تقريبا. وهنا اللاعب سابق تقريبا بجسم او براسه وبالتالي هنا من خلال التدريب اللي هو بيقول لك دوت الحكم المساعد سواء كده مع الفرد مش مع ثاني مدافع قدر لا يعني هو لو قلنا ايه لو قلنا ان يعني عارف بيبقى نص ياردة يعني ماشي. احيانا بتبص كابتن عارف يا ميدو بتبص احيانا تلاقي مساعد مثلا فرق ب 5 متر ده فهنا بيقول لك قد ايه دقه الحكم مساعد في ان هو يكتشف التسلل من خلال هذه الحاجه. خلينا نمر للحالات التحكيميه يا احمد ونشوف اول حاله تحكيميه موجوده عندنا بنتكلم خلاص احنا يعني نعدي بقى التطوير ونروح للحالات التحكيميه يلا. طيب لغايه لما يجهزوا لك الحاله احنا فين من الكلام ده؟ شوف كابتن الكلام ده بيتعمل في مصر بس هقول لك بيتعمل لمين. بص يا كابتن خلينا نتكلم بوضوح التحكيم محتاج امكانيات كابتن ميدو محتاج امكانيات اولا امكانيات ماديه الحكم ياخد مستحقاته نمره واحد ازاي توفر للحكم في كل منطقه احنا بنتكلمش النهارده في منطقه القاهره بس او في حكام النخبه عندنا بس الحاجات دي صعبه عندنا 27 منطقه يعني. بس يعني صعب هقول لك صعبه ليه اولا صعبه في امكانيات ماديه صعبه في انك انت تلاقي المحاضرين اللي هم على مستوى عالي اللي احنا بنتكلم في 27 فرع ميدو
27 فرد اسكندريه واسوان والبحيره فانت عشان تبقى المفروض عشان تعمل تطوير في كل المناطق ديت يتعمل الكلام دوت بالشكل اللي هو بيتعمل لحكام الدوري الممتاز. نفس الشيء يتعمل لحكم الدرجه الثالثه لان ده مهم جدا. الحكم الدرجه الثالثه اللي هو بيطلع لابد انك انت زي الناس النادي الاهلي او النادي الزمالك بيهتموا بقاعده الناشئين لابد انك انت النهارده تعمل الكلام ده. فبيحتاج مبالغ كبيره. نتكلم على مستحقات حكام كابتن ميدو ده مهم جدا. نتكلم كمان على رعايه الحكام. النهارده ان حكم بيطلع لا قدر الله بيحصل ليه موقف او حادثه او كده الحاجات دي كلها بتبقى محتاجه هنتكلم عليها مخصصات ماديه. الماده بتاعت حضرتك اتفضل. هنا نشوف الحاله الاولى. بنتكلم على حاله مهمه جدا وهنعيدها اكثر من مره يا احمد بعد اذنك. بنقول ايه فايده الحكم لما بيروح يتمرن يا كابتن ميدو ويعمل حاجه اسمها التمركز والتحرك. تمام. نشوف هذا الحكم ايه اللي حصل. وده على الرغم ان الحكم ده من حكام كاس العالم. شوف هنا واقف هقف هنا بس هو هنا وجوده في المكان ده كابتن ميدو هنا يعني خاطئ. ليه؟ احنا قلنا دايما الحكم بيعمل حاجه اسمها حصر ما بين اللعيبه ياخدهم محصورين بين اللعيبه وبين الحكم المساعد يعني المفروض هو يرجع ورا اللاعب اللي معاه الكوره دوت. شوف هنا الحدث اللي جاي. خلينا بقى نمشي يا احمد كده ونشوف. نمشي عادي نمشي عادي يا احمد نمشي عادي يا احمد. بص هو راح فين يا كابتن؟ نمشي عادي يا احمد عادي. لا من اول خالص الحته اللي هنا بقى هنا. بص الحكم ايه اللي حصل يا كابتن ميدو؟ هنا هو دخل في مسار اللاعب دخل في الزحمه ودخل في مسار وبالتالي حصل اللاعب انا النهارده ما انا عاوز اتحرك وبالتالي حصل المشكله للاعب في ان هو طبعا الحكم وقع. وهنا بنقول ده تمركز خاطئ للحكم وده من ضمن لجنه الحكام اللي بتعمله الحكام دايما ازاي تخلي الحكم ان هو النهارده يتحرك بشكل كويس. تمام كويس. نشوف الحاله اللي بعديها يا احمد. هنا كابتن ميدو بنتكلم على الكونتر اتاك اللي هي سرعه الحكم. شوف قد ايه الحكم عنده قراءه وازاي عنده قراءه للعبه. شوف هو راح فين وهو كان فين يا كابتن ميدو وصل للمكان الصحيح وبالتالي ما استناش بقى وقف مكانه بقى وايه وتعب ولا حاجه ولكن في الكونتر اتاك الثاني جيري بردك يعني واخد بص 80 متر تقريبا او 65 متر ورجع ثاني خد ده بنقول عليها اسمها السرعه والتمركز الصحيح والناحيه البدنيه للحكم. من وقف خد نفسه والدنيا خلاص تمام اللعب وقف ولكن عاوز اقول لك هو خد من الثلث الدفاعي للثلث الهجومي وبعدين عمل رده ثاني يعني بص هو هنا توقع بنقول التوقع مهم جدا طبعا يعني شوف هو السبلنت يعني شوف الخطوه عامله ازاي ان هو بيجري مش مكسل مش بطيء مش وزنه زايد ووصل للحدث ووصل للعبه في نفس توقيته ابتدى يتحرك يعمل السبلنت ده حاجه اسمها بنكلمها احنا بنعمل حاجه اسمها الكونتر اتاك او الارتداد السريع للحكم وده بنقوله للحكام عشان يقدروا يتعلموا منه في المباريات. طب طالما